بسم الله الرحمن الرحيم.
ضيفنا العزيز معالي الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الوزير الصادق، سيادة اللواء أركان حرب عدد الأردن محافظ بورسعيد، أهالي بلد الغاليين الكرام، جمهور مصر العزيز. اسمع حبيبي يا بطل عن شعب بورسعيد بكافة فئاته العمرية أضحي بالمسؤول أول عن شباب مصر 40 مليون شاب داخل مصر. سيد مهندس خالد عبد العزيز، ونهنا انفسنا ونهنا سيادة المحافظ صاحب العيادة البيضاء، وكلنا نعرف سيادته ومواقفه المشرفة في الظروف الصعبة. زيارة مهمة في توقيت مهم. نحن جميعا نعلم ان بورسعيد عانت كثير وامراضها مزمنة، ونبحث منذ فترة طويلة عن حلول. وناشدنا مسؤولين كتير والتقينا بمسؤولين كتير ولم تحل اي مشكله منذ فتره طويله. ونحن الان نتعامل مع نوعيه مختلفه من المسؤولين. ففخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بورسعيد اطلق من اجلنا خطه تنميه ضخمه لانعاش حياه المصريين واهالي بورسعيد بصفه خاصه. واعتقد ان المهندس خالد عبد العزيز بما لمسناه من اهتمام وعنايه دقيقه بملف النادي المصري ومشاكله المزمنه واستجابه سيادته لما عرض عليه من مشاكل النادي المصري وسرعته في حلولها ودراستها، ولا يمكن ان ننسى لضيفنا العزيز الوزير خالد عبد العزيز بانه صاحب فكره انشاء استاد عالمي على ارض جديده للنادي المصري. وزياره المهندس خالد عبد العزيز لبلدنا بشرى خير، وبالانخراط في خطه التنميه التي يقودها سياده الرئيس السيسي لتغيير واقعنا الى الافضل، فبالتالي تشمل التنميه الرياضيه والمشروعات الرياضيه من اجل الشباب ومن اجل الاجيال القادمه. ونحن لدينا ثقه كبيره ان زياره معالي الوزير لبلدنا فاتحه خير سيضع خلالها حجر الاساس لنهضه النادي المصري المستقبليه. مره اخرى ارحب بمعالي الوزير خالد عبد العزيز وضيوفه. شكرا. عشان كده انا النهارده ومناسبة تشريف سيادة الوزير ان احنا جينا نحقق حلم اهل بورسعيد اللي طال 96 سنة. استاد بورسعيد انا قررت من حق النادي المصري. الخير كله ان شاء الله، الخير كله ليكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد اللواء علي الضبان محافظ بورسعيد، السيد اللواء محمود الدين مدير الامن بورسعيد، والسيد مهندس سمير حلبي رئيس مجلس اداره، الساده النواب الشباب نواب بورسعيد، الساده اعضاء الاجهزه التنفيذيه والشعبيه لمحافظه بورسعيد، وجماهير النادي المصري الحبيبه جدا. الاول احب ابارك لحضراتكم جدا على القرار اللي اتخذه سياده اللواء علي الضبان محافظ بورسعيد بتخصيص استاد بورسعيد يبقى اسمه النادي المصري لحلم في البدايه. بس احب يعني اقول لحضراتكم ان احنا بورسعيد بالنسبه لكل وطني مصري بتمثل حاجه كبيره جدا للشعب المصري كله. الحقيقه بورسعيد هي رمز الصمود ورمز التحدي ورمز النصر، ودايما لما كنا بنحتفل واحنا صغيرين في المدرسه بعيد النصر يوم 23 ديسمبر كان كل الناس بتتكلم على بورسعيد هي صاحبه هذا العيد، العيد المصري يوم 23 ديسمبر. لكن كمان على المستوى الشخصي الحقيقه ان احد الاسباب اللي خلت ربما يكون انا موجود في المكان اللي انا فيه دلوقتي
هو بطولتين عزيزتين جدا اقيموا في 2006 و2009، وكانت محافظه بورسعيد بتصنيف في كاس الامم الافريقيه 2006 اقوى مجموعه اتلعبت فيها كان هنا بورسعيد في 2006، واقوى مجموعه في 2009 كانت بتلعب هنا كاس العالم للشباب. والحقيقه نجاح البطولتين دول والمنظر الرائع اللي عمله شعب بورسعيد، ولو تفتكروا من سنه 2006 لما كان عندكم هنا غانا والسنغال ونيجيريا وكانوا بيقعدوا بالليل في الشوارع بيقعدوا معاكم مع شعب بورسعيد، وخرجوا قالوا ان ده اجمل مكان ممكن الواحد يلعب فيه كوره، وشعب بورسعيد محب للكوره قد ايه. هنيكم على مستوى النادي المصري الموسم ده، وان شاء الله نتمنى باذن الله ان النادي المصري ينافس بقوه على الفوز وكل الدوري ان شاء الله. الحقيقه متفائلين بثلاث حاجات مختلفه، الثلاث حاجات دول لازم تكون 2016 باذن الله هي السنه اللي هيبتدي فيها النادي المصري الحقيقه ياخد مكانه اللي يستحقه في الرياضه المصريه. اولا زياره السيد الرئيس الشهر الماضي لمحافظه بورسعيد وشارع التفريعه الحقيقه كانت مهمه جدا على تحويل شكل الاستثمار في هذه المحافظه الحبيبه جدا للجنوب المصري. الحاجه الثانيه الحقيقه ان تولي اللواء عادل غطان مسؤوليه محافظه بورسعيد مع بدايه عام 2016 ده شيء مهم جدا. كمان على المستوى الشخصي ان يكون عندنا مجموعه من الساده النواب الحقيقه اللي تشرفوا بانتخابات الحقيقه الشعب المصري وشعب بورسعيد انتخبهم لينوبوا عنه في البرلمان المصري، وانا على المستوى الشخصي سعيد جدا بيهم لانهم شباب كله وانا اعرفهم من قبل كده، والشباب فعلا حاجه مشرفه جدا للشباب المصري بشكل عام. التنفيذي والجهاز الموجود في البرلمان تشهد ان شاء الله طفره كبيره جدا خلال المرحله القادمه. لكن انا الحقيقه عايز اقول لكم حاجه بصراحه اليوم. احنا عندنا ثلاث انديه شعبيه جدا في مصر هي تعتبر الثلاث انديه الاولى، هي النادي المصري البورسعيدي والنادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري. الثلاث انديه دول حقيقه بيمثلوا ثلاث محافظات وبيمثلوا يعني بعد كبير جدا داخل الرياضه المصريه. وللاسف الثلاث انديه دول ما عندهمش النادي الاجتماعي الرياضي اللي يليق بيهم على مستوى مصر بشكل كبير جدا، ويمكن في انديه اقل منهم شعبيه كتير عندها يعني انديه وعندها ملاعب وعندها صالات وصالات مغطاه اكتر كتير من النادي المصري ونادي الاتحاد ونادي الاسماعيلي. لكن برضه عايز اكون صريح معاكم، احنا بدانا في النادي الاسماعيلي وبدانا في النادي الاتحاد السكندري، ما زلنا لسه ما بداناش بشكل فعلي في النادي المصري. احنا جايين عشان نبدا بشكل فعلي في النادي المصري. احنا الفلوس والميزانيات جاهزه، كنا بنتكلم مع سياده اللواء النهارده قبل ما نيجي هنا اللقاء، واحنا بنقول ان في تخصيص قطعه ارض سياده اللواء هيخصصها لنا 25 فدان لعمل النادي الاجتماعي الرياضي للنادي المصري، واحنا في وزاره الشباب والرياضه مخصصين في الميزانيه عندنا فلوس للنادي المصري عشان نبني نادي لا يقل ابدا عن النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الجزيره او نادي حب الشعب البورسعيدي للنادي المصري. لكن لازم اقول ان احنا كمان لابد ان كل الاجيال اللي طالعه تكون حاسه بالنادي المصري، عشان تقدر تحس كده لازم يكون عندنا اربع خمس ملاعب لكره القدم، اربع خمس ملاعب كره اليد وكره الطايره وكره السله، حمامات سباحه، عشان كل اللي اتولد يعدي على النادي المصري في نشاته، يتمرن في النادي المصري، يلعب للنادي المصري، يعيش حياته هو واسرته داخل النادي المصري. هنعمل جوله، الجوله دي هتشمل عده مجموعات، الحته الاولى هنشوف قطعه الارض اللي موجوده هنا وكيف عمل مشروع استثماري يدر الدخل على النادي المصري في قطعه الارض اللي هيخصصها لنا سياده المحافظ، فورا هنديها للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه تبتدي تعمل لنا الرسومات الخاصه بيها وسنبدا فيها فعلا، واحنا بتاخد مننا المشروع ده سنه ونص من ساعه ما نبدا في استلام قطعه الارض. فاحنا بنناشد السيد المحافظ ان كل ما هنستلم الارض سريعا كل ما هنقدر خلال سنه ونص ان شاء الله يكون عندنا نادي اجتماعي رياضي ثقافي للنادي المصري يليق باسم النادي المصري ويليق بشعب بورسعيد ويليق بالناشئين والشباب عندنا يطلعوا طول عمرهم محبين للنادي المصري. فكده عندنا كمان ملاعب الهوكي الموجوده هنا ان شاء الله سريعا هنحل الازمه بتاعت ملاعب الهوكي دي، وان شاء الله ربما يخصص منها ملعب من الملعبين بتوع الهوكي للنادي المصري برضه يقدر يتمرن عليه. كل اللي انا عايز اقول لحضراتكم عليه ان الخمس سنين الصعبه اللي عدت على النادي المصري ده ان شاء الله هيجي لها خمس سنين رائعه جدا تنقل النادي المصري. يعني الحقيقه الشعب المصري كله دي حقيقه يعني لما بتبقى بورسعيد كويسه ولما تبقى حاله بورسعيد كويسه مصر كلها بتبقى كويسه. دي حقيقه.